من أجل جامعة مواطنة منفتحة على عالمها الخارجي وملبية لاحتياجات المواطن، مشاريع ابتكارية لطلبة جامعة عبد الحميد بن باديس بولاية مستغانم ترقى إلى مصاف المشاريع المساهمة في التنمية الوطنية وتتحصل على علامة لابل. Notre projet c'est un système de détection du fuite de gaz et monoxyde de carbone. السيستم تاعنا يخدم في دو بارتي، عندنا لا بارتي هادي بارتي كليونت وعندنا هادي لا بارتي سيرفور. الهدف الاول هو نقصوا من الخسائر البشريه يعني والماديه، ويعني هاد الانتوكسيكاسيون اللي راهي صرا والانسوندي اكسبلوزيون كل شيء. مشاريع في عدة تخصصات شارك بها طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس في معرض خاص نظم من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإطلاع عليها وتوجيه الطلبة المقبلين على التخرج لاختيار مواضيع تمكن من إنشاء مؤسسة مصغرة. قمنا بمشروع مبتكر العنوان تاعه فورميلاسيون دي بات اليمونتير انريشي افيك لو جيرم دو بلي، من اجل رفع وتحسين القيمه الغذائيه وما نقصنا في الوقت تاع الطهي اللي راهي في السوق دروك تطبخ في 11 دقيقه وحنايا تاعنا تطبخ في 7 دقائق وما درنا سقمنا الكاليتي تكنولوجيك تاعها. مشاريع إبداعية تأتي في إطار استراتيجية الحكومة الرامية إلى فتح المجال لذوي المهارات والكفاءة العلمية العالية للمساهمة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي تحقيق الهدف المنشود المتمثل في تحويل رؤوس الأموال نحو المؤسسات الناشئة.